ما الذي ينتظر حزب الله ولبنان؟ الأحداث تتسارع وفي أكثر من اتجاه، والترقب يسود لمعرفة ما أو إذا ما كانت الضربة الإيرانية على إسرائيل ستؤثر على مجرى الأحداث في لبنان. اليوم سقط عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قتلى ضمن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، فيما تستمر المواجهات وتستمر الضربات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل، إضافة بالطبع إلى الضربات الجوية على الضاحية وغيرها من المناطق. وقبل قليل مشاهدين دعا مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دوريفيير، دعا طهران إلى الامتناع عن أي تدبير من شأنه تقويض الاستقرار في المنطقة، وعبر عن رفض بلاده لأي عملية برية إسرائيلية في لبنان. فرنسا تتمسك بأمن إسرائيل، وقد حشدنا قدراتنا العسكرية في الشرق الأوسط لردع التهديد الإيراني، وندعو طهران للامتناع عن اتخاذ أي تدابير تؤدي إلى تقويض الاستقرار في المنطقة. في لبنان أصبح الوضع خطيرا، فالعمليات العسكرية تتفاقم، فقد شن الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في الأراضي اللبنانية في انتهاك لسيادتها. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس فشدد على أنه آن الأوان لكسر حلقة التصعيد وتنفيذ القرار الدولي 1701 وضمان توفير الدعم الإنساني للنازحين اللبنانيين. نستمع. شنت القوات الإسرائيلية ما سمته عمليات توغل محددة في جنوب لبنان، وبقيت قوات حفظ السلام اليونيفيل في مواقعها، وما يزال علم الأمم المتحدة يرفرف على الرغم من طلب إسرائيل بنقلهم. لابد من ضمان أمن وسلامة كل العاملين في الأمم المتحدة. بالتوازي مع ذلك، حشدت الأمم المتحدة كل قدراتها لتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة إلى لبنان، ونطلب من المجتمع الدولي أن يمول طلبنا بالشكل الكامل. ويبقى السؤال حول ردة فعل إسرائيل بعد سقوط هذا العدد من القتلى في العملية البرية جنوبي لبنان. هل ترى تل أبيب أنها تعجلت؟ هل ترى أنها تورطت في الدخول البري؟ سؤال يطرح. وهل يمثل ما جرى خسارة لنتنياهو الذي اكتسب الكثير من النقاط بعد عملية اغتيال نصر الله؟ هذا السؤال اللي نعود ونطرحه على ضيوف هذه الجلسة، جلسة غرفة الأخبار الليلة. نديم، هناك من يعتبر أنه يمكن الجانب الإسرائيلي استعجل، إن نظرنا لربما إلى خسائر على هذه العملية البرية. أكيد تبعت اليوم، يمكن المصادر الإسرائيلية تحدثت عن 8 قتلى، مصادر أخرى تحدثت عن 14 قتيل في هذه العملية. البعض يقول أنه إن كانت إسرائيل تحقق أهدافها من خلال هذه الضربات الجوية، لماذا تقدم على عملية برية في هذه المرحلة؟ يعني هاي العملية البرية حسب ما مبين باللي صار اليوم أصيبت بنكس كثير كبيرة. يعني ما حصل اليوم فشل كبير للجيش الإسرائيلي، فشل ميداني وفشل في حتى بالتوقيت. يعني كان بفضل نتنياهو أن يصل إلى 7 أكتوبر بشباك نظيفة مثل ما بيقولوا بلغة الفوتبول، واصل ومعه توابيت. جبهة لبنان تحديدا بالوعي الإسرائيلي ستوقظ كل يعني مصايب اللي عانتها إسرائيل خلال فترة احتلال لجنوب لبنان، وأيضا 2006 و يعني لحظات أخرى. حقيقة ما عندي تفسير لماذا دخل في هذه العملية البرية الجيش الإسرائيلي في لبنان بهذه الطريقة، ولماذا عرض نفسه لهذه الانتكاسة. خلينا نسأل هالسؤال على ضيفنا من حيفا، خليني قبل ما أروح على حيفا دائما فضل. يعني في نظرية عسكرية بتقول أنه السلاح الجو يحقق الكثير من الإنجازات، ولكن هو غير كافي لحسم الحروب. يعني ربما كان هناك محاولات، لأنه هدف إسرائيل المعلن أنه إعادة سكان الشمال إلى منازلهم ووقف صواريخ حزب الله، فيريدون أن يقضوا على أماكن التي توجد فيها منصات إطلاق الصواريخ. بس بعد كل هذا القصف أن لا يتأكد، وهذا الدليل أن الحروب السلاح الجو لا يحسم الحروب. بس بعد كل هذا القصف للمنطقة الداخل عليها كمين. غريب، قال مناورة برية، يعني إسرائيل قالت مناورة بنكسة بسبب يسري عنده وجهة نظر ثاني. لا مناورة، نقول حضرتك قلت اللي انا كنت بقوله في انه حزب الله ما انتهى. حزب الله لسه المعركه اللي حاسم فيها هيكون الارض. حضرتك حضرتك قلت تعبير جميل جميل جدا، هو فكره الذهاب الى 7 اكتوبر والشباك نظيفه. الشباك الان واخد بال حضرتك امطرت
بعدد بهدف ولكنه في في 90 بلس زي ما بيقولوا في كل في هلا معنا ضيفنا كمان من حيفا الوزير والنائب الصادق عن حزب الليكود ايوب كارا. سيد ايوب اهلا بك معنا ايضا الى هذا الحوار الليله من غرفه الاخبار. تساؤل مهم في ظل هذه التطورات، لماذا تجبر نفسها اسرائيل على خساره هذه الجنود بعد كل خلينا نقول الاهداف اللي يعتبر نتنياهو بأنه حققها بنجاح خلال أسبوعين فقط؟ الحقيقة اللي خدم بالجيش خاصة في المشاة بيعرف أنه آخر شيء لما بتقوم في عملية حتى لو الطيران ضرب أو الدبابات كانت موجودة في آخر المشوار لابد أنه يكون المشاة على أساس تحقيق الأهداف، وتحقيق الأهداف حتى لو انقتل اليوم وكانت نكسة بالنسبة لنا، لأنه حياة الناس مقدسة عنا. بالعكس نحن ما نفكرش أنه اللي بينقتل بروح للعالم الجاوي وبيكون عنده 72 عضلة. نحن بنعتقد أنه لازم يعيش بهالدنيا هاي لأنه ربنا خلقه، وكل إنسان بهالمنطقة بحق بنفس الحق. لذلك نحن قمنا بهذا الموقف وارسلنا قوات بريه من منطلق ان احنا عارفين انه هاي المنطقه حضرها حزب الله لنفس العمليه اللي عملها حماس في الجنوب، كان هو نيته اكبر حتى انه يعمل على الجليد. لذلك نحن بنشوف الاشياء اللي انكشفت. بس شو سبب فشل هذه العمليه ان كانت القوات الجويه قد حضرت الميدان لعمليه من هذا القبيل؟ شو اللي سقط؟ ما في سقط. حرب لما احنا عارفين خطوره انك تفوت قوات بريه، لانه هناك ارهابيين اللي اذا هن غدروا احتلوا لبنان واخذوا منها السياده، والسياده موجوده وتاريخ لبنان معروف انه فيه طوائف اصيله موجوده غاد. ورغم كل هذا لا يمكن يكون هناك رئيس بلاهم ولو عنده اغلبيه ساحقه في البرلمان، اذا وصل انه يسرق بلد دوله بحد ذاتها الى تاريخ والى ثقافه والى قمه العطاء بالعالم العربي كانت تاريخيا. فاذا هذا الشيء اخذه فمش عادي، مش يعني شيء عادي انه يكون له الضربات اللي هو حضر حاله فيها في الظروف اذا فاتت قوات بريه. فنحن وجدنا هناك يعني دولة تحت الأرض حاليا في جنوب لبنان. اسمح لي أستاذ قارة، اسمح لي ونحن نتحدث فقط إلى أن أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي نتابعه في الشريط الأصفر أسفل الشاشة، أنباء عن اغتيال إسرائيل لحسن جعفر قصير وهو صهر حسن نصر الله في هذه الغارة على حي المز بدمشق. بحسب هذه المعلومات إذن الأولية، أنباء عن اغتيال إسرائيل لحسن جعفر قصير وهو صهر حسن نصر الله الأمين العام الراحل لحزب الله في غارة على حي المز. ما بعرف إذا بيقرب محمد جعفر قصير اللي قتل من يومين واللي كنا عم نحكي عنه، الصندوق المالي الأسود لحزب الله اللي هو أخو أحمد قصير، أول عملية انتحارية صحيح. هلأ في صورة متداولة على ما يبدو لحسن جعفر قصير، سنتابعها الآن. هذه هي الصور المتداولة له في هذه الأثناء، سنتأكد طبعا من هذه الصورة قبل ما نعود ونؤكد لكل من يتابعنا. بهذا الحديث معك أستاذ أيوب كارا أذهب للأستاذ موفق لربما لأسأله عن الحسم مرة جديدة. أنت اللي قلت لي الآن أستاذ موفق قبل ما نتحدث مع الأستاذ أيوب كارا أنه في الحروب لا يمكن الحسم أن يتم إلا في الميدان، لكن تتذكر معي الكلمة الأخيرة للأمين العام قال فيها أتمنى لو تدخل إسرائيل برًا. يعني دائما كانت أدبيات السياسية لقيادات حزب الله أنه مقاتل حزب الله أشد بأسا من الإسرائيلي، وأنه إسرائيل تعتمد على التقنيات والسيطرة الكاملة من سلاح الجو. فكان دائما يقول تفضلوا ونحن جاهزون ولا تقصفونا من بعيد وتضربوا أهداف مدنية. بس ولكن هي كنت فكرة عم بقولها أنه معظم الحروب لا يعني حتى الولايات المتحدة لما ضربت صدام حسين
في يوم من الأيام بإسقاط صدام حسين انجبرت أنه تبعت قوات برية إلى بغداد، فسلاح الجو يمكن أن يقضي على ثلثي القدرات العسكرية للخصم ربما أكثر، بس ولكن لتحقيق الأهداف وتحديدا كهدف الذي أعلنت عنه الحكومة الإسرائيلية وهو عودة سكان الشمال، عليهم أن يذهبوا إلى جنوب لبنان والقضاء على المنصات الموجودة تحت الأرض وبالكهوف والملاجئ، وهذا أعتقد هي مشكلة الجيش الإسرائيلي اليوم لتحقيق هذا الهدف. يعني معظم الصواريخ التي تطلق على شمال إسرائيل لا تطلق من شمال الليطاني، تطلق من جنوب الليطاني إذا نظرنا إلى الخريطة من الجانب اللبناني. إسرائيل تقصف مناطق في العمق اللبناني لتحقيق أهداف أخرى، بس ولكن إذا أرادوا حقا القضاء على قدرة حزب الله بإطلاق صواريخ عليهم التوجه إلى أماكن منصات وإما ضربها وإقفالها. وهذه على ما يبدو عملية. وهذه هي المعضلة. عندي شيء مقارب تاني لهالموضوع. يعني خلينا ننسى مين فات وليش فات. ماذا يريد أن يحقق حزب الله من هذه المعركة؟ يعني شو النصر بنهاية هذه المعركة؟ لوين بدنا نوصل؟ آخر كلمة الأمين العام قال لهم النصر. هو الشهادة. لا آخر كلمة لقاله وسيط وقال لهم لا وتوجه بالكلام إلى حكومة إسرائيل وإلى نتنياهو بأنه لن يعود سكان الشمال إلى الشمال قبل وقف إطلاق النار في غزة. هو قال ذلك يعني. هو حتى زلاهم. لا بس أنا بشارككم يعني في الحوار. أنا سؤالي بمحل آخر. يعني إذا كان كل ما دفع من أثمان اليوم في لبنان كي نعود إلى ما قبل 8 أكتوبر، يعني هجر أهل الجنوب، دمرت الضاحية، هجر أهل الضاحية، مليون مهجر في الشوارع اللبنانية. أستاذ نديم بس يعني لازم حضرتك لنرجع ل 8 أكتوبر. الطرف الآخر لدي خسائر. حضرتك بدك حضرتك دلوقتي. اسمح لي. أنا عاوز بس أشارك حضرتك. خليني كمل فكرتي على راسي. أنا كلمتش. أبو محمد الدكتور يسري من قبل شوي، في نقطة قبل شوي كمان ترك لك إياها. خليني جملتين. الشعب اللبناني يعني هل يمكن أن يقال للشعب اللبناني بأنك يعني دفعت كل هذه الأثمان لقاء خسائر في الجانب الإسرائيلي أو ضربت قاعدة في الجانب الإسرائيلي؟ نديم بتذكر في أحد كلماته على ما أعتقد، أنا عم بحكي كيف أن أدبيات السياسية للحزب وما يريد أن يحقق، قال كلمة في أحد خطاباته الأمين العام بأنه لا أحد يتحدث عن القضاء على إسرائيل فورا، نريد تحقيق نقاط. هم هيك بيفكروا أنه على المدى البعيد بسبب ما حصل اليوم في تل أبيب وشمال إسرائيل بدأ عدد من الإسرائيليين إلى الزرق. أنا بصراحة عندي بس عنده كذا نقطة أحب أبدأ بيها. هبدأ من الآخر. حضرتك لابد أن نحط الأمور في سياقها بعد إذن حضرتك أستاذ نديم، في سياقها الطبيعي. التطور الطبيعي لهذا الصراع هو صراع ممتد وليس جولة، ويعني وأنا بدأت مع حضرتك بفكرة سياسة البونج بونج. يعني حضرتك دي في 2006 حزب الله طلع بشكل أو بآخر نتيجة الحرب البرية أو نتيجة الاجتياح البري، يبدو أنه كان منتصرا ومنتشيا زمن اجتياحه، دلوقتي منتشي بفكرة النصر. دي رقم واحد. رقم اثنين، لماذا الاجتياح البري الإسرائيلي؟ وهنا دي مسألة في غاية لإعادة السكان إلى الشمال قالتها إسرائيل دكتور يوسف. ده نظريا مقبول أو يعني يقال في الإعلام، لكن هو المسألة هنا إعادة السكان مش مسألة إعادة السكان، ولكن استقرار السكان، مسألة استمرار حياة طبيعية لشمال إسرائيل. هلا طبعا مش هيعدوهم إذا ما في يعني استقرار في المنطقة طبعا بشكل آخر. ده مسألة مهمة. عشان كده حضرتك لما بدأت في الحديث عن السلام المسألة ما هيش برضو جانب واحد، هي جانبيني يعني في طرفين، انت عاوز سلام وانا عاوز استقرار. انت عاوز سلام في حته، اسرائيل عاوزه تفرض سلام في شمال اسرائيل وتنسى السلام مع الفلسطينيين، واخد بال حضرتك؟ بس لبنان شو له علاقه بالموضوع؟ نعم، لبنان شو له علاقه بالموضوع؟ يعني لبنان ب 8 اكتوبر، صبيحه 8 اكتوبر كان طيب. بلدا محررا بالكامل. نعم. الجنوب محافظه عامره بالكامل. ده احد الاخطاء الاستراتيجيه لحزب الله، ان هو احد جبهات الاسناد. وهو انا بدات لحضرتك من الاول خلاص في الكلام انه حزب الله بيعتبر جزء من العقيده الدفاعيه الايرانيه بشكل او باخر، فتم استدراجه، تم يعني استقطابه بشكل او باخر في معادله المفترض لبنان خارجها تماما، واخد بال حضرتك؟ ففي بعض الحروب
قد تفرض عليك يا استاذ نديم، قد تفرض عليك بشكل او باخر. هلا فرضت لانه والارضيه تبدلت، هو جزء دكتور يسري شئنا او ابينا، هو جزء من الشعب اللبناني. هلا حسابات خاطئه، هو جزء طبعا. انا بدات كده والارضيه تبدلت، يعني الامور اليوم العوامل مختلفه جدا عن هو متواجد داخل. الا يوجد مصريين، انت مصري، الا يوجد مصريين يعارضون اتفاقيه كامب ديفيد؟ شوف حضرتك، لا مشي معي وحده طبيعي وحدي. بس نسبة كام في المجتمع يا سيدي؟ 50% 70%. لا مش 50% ولا 70%، اي كان الرقم، اي كان الرقم. وانت بتعرف اكثر مني انه الشعب المصري حتى الان عمل سلام رسمي مع اسرائيل ولم يطبع. يعني الشعب المصري لا يزال يمتلك حراره ال خليني اقول رفض اسرائيل، على عكس الشعوب الاخرى التي طبعت مع اسرائيل او عملت سلام مع اسرائيل. هل تقبل كمصري أن تقوم هذه المجموعة الرافضة لكامب ديفيد بأن تؤسس ميليشيا وتبدأ بالمقاومة لإسقاط كامب ديفيد؟ حضرتك تستدرجني النقطة. لا بس سؤال. لن أذهب معك إليها. الوضع مختلف تماما. إجابة سريعة لأنه الأستاذ أيوب قال معنا على هذا الحوار. مختلف تماما. إجابة سريعة. هناك حكومة مركزية، هناك جيش موحد داخل مصر، وخبالك هناك حكومة رسمية، وجهة نظر رسمية. المشكلة في لبنان طبيعة تكوين المجتمع اللبناني، حضرتك أضرب بقى أهل مكة أضرب بشعبها. كمان في استحواذ جغرافي لحزب الله في الجنوب، في تواجد، في قواعد. هل هذا يعطيه شرعية أو هذا أمر واقع؟ احنا ما اتكلمناش على فكرة بقى الشرعية من عدم. حضرتك بتجرنا النقاط، ربما محتاجة حلقات. أنا بتكلم على مرحلة حالية حزب الله بواجه فيها. إسرائيل كجابة إسنان تورط في أجنبها تداعيات على الشعب اللبناني. بس انا اكمل لك، بس لحظه اشوف لك اوراقي. ليش عم جرك على هذا النقاط؟ لانه الانتليجنسيا العربيه تتعامل مع فكره المقاومه في لبنان باعتبارها مجد خالص ومجد عظيم ومجد يجب، يعني انه ما حدا يذهب حزب الله. يعني حيث بطبيعه الحال خلينا نهدي شوي هذا الحوار، وخلينا نذهب عن مراستنا دكتور يسري. دارين الحلوه مراستنا لعالم ما يبدو عندها معلومات مرتبطه لربما بهذه المعلومات أو النبأ العاجل اللي ذكرناه قبل قليل. دارين مساء الخير وأهلا وسهلا فيك بغرفة الأخبار. ما هي التفاصيل المرتبطة بهذه العملية، وهل تأكدت من الشخصية التي تم استهدافها؟ صحيح، هو حسن جعفر قصير، هو صهر أمين عام حزب الله حسن نصر الله، زوج ابنته، وقد قضى في غارة إسرائيلية على حي المسجد في دمشق، وهو أيضا شقيق محمد جعفر قصير. هم من عائلة أتت من دير قانون النهر، تتحدر من دير قانون النهر في قضاء صور. وبالأمس محمد جعفر قصير أيضا اغتالته إسرائيل في غارة استهدفت شقة في منطقة الجناح، وهي تقع على تخوم الضاحية الجنوبية، التخوم الغربية للضاحية الجنوبية. محمد جعفر قصير تقول إسرائيل بأنه قائد الوحدة 4400، وهي معنية بموضوع نقل الأسلحة والوسائل القتالية إلى لبنان. واليوم قصير الذي اغتالته إسرائيل في سوريا أيضا معني بهذا النوع من العمل، عمليات النقل التي تجري من إيران عبر سوريا إلى لبنان. وبذلك تكون إسرائيل ما زالت، يعني بالرغم من أن هناك أكثر من ساحة لحربها مع حزب الله، ما زالت لديها القدرة على رصد الشخصيات الذين يمكن أن يشكلوا إمدادا لمعارك وحروب حزب الله التي تجري في هذه الأثناء، وهي معنية طبعا بملاحقة كل هؤلاء. ونذكر قبل أشهر كان هناك اغتالة إسرائيل عند أحد المعابر بين لبنان وسوريا، أيضا المرافق السابق لأمين عام حزب الله، وهو أيضا يعمل في وحدة النقل. ولا شك أن وحدة النقل هذه باتت تشكل أحد أدوات ووسائل حرب إسرائيل على حزب الله، لأن استمرار نقل الأسلحة أو وقف نقل الأسلحة هو أمر أساسي بالنسبة لإسرائيل في هذه الحرب. شكرا لك دارين بطبيعة الحال على هذه المداخلة، وسنعود إليك طبعا فور ورود أي جديد. أستاذ أيوب قارة،
على ما يبدو نديم إعلان بس سريع إضافي. الإعلان الآن في طهران عن إقامة صلاة الجمعة بإمامة الإمام الخامنئي في طهران لتكريم رافع راية المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله. يعني واضح أنه يوم الجمعة القادم سيكون صلاة جمعة في إيران مخصصة لتكريم حسن نصر الله. طيب بالعودة للأستاذ أيوب كارة طبعا والاستكمال حديثنا حول هذه التطورات، هناك من يعتبر يا أستاذ أيوب كارة أنه هذا الرد الإيراني لربما أثر بشكل أو بآخر على أهداف إسرائيل وسياق خلينا نقول الاستهدافات التي تقودها منذ بداية هذه الحرب. إلى أي مدى اليوم البحث عن الرد الإسرائيلي للرد طبعا على الرد الإيراني بإمكانه أن يؤخر لربما جبهات أخرى؟ خلينا نتحدث على وجه الخصوص عن لبنان، هل ستتأثر هذه الجبهة أو العملية البرية على الأقل بهذا الرد الإسرائيلي اللي يتم التحضير له؟ للأسف الشديد بشرك أنه نحن مش متأثرين أبدا في اللي صار أمس من قبل إيران، لأنه عندنا القوة الكفاية إنه نساعد مش بس إسرائيل، نساعد كل الطوائف والمظلومين من حزب الله ومن إيران، إن كانوا في سوريا، إن كانوا في العراق، كانوا طبعا في الأردن، في لبنان، وفي اليمن، في كل الدول العربية. وين موجودة إيران في الدول العربية؟ شو فيها المستضعفين؟ ده خطاب اللي نم أكثر دول متأخرة. وين موجودة إيران؟ لأنه الموضوع هو ديني وعقائدي، ومستعمل إسرائيل وسيلة لكي تكون أكثر إلها شعبية بالعالم العربي. ما بهمها لا فلسطين ولا بهمها أي شيء في العالم العربي، بهمها نفوذها في المنطقة، وعندها إيديولوجية معروفة تاريخياً إنه طيب. حابة توصل يوم وتكون الإمبراطورية الفارسية اللي هي بترجع على مكة الشريف، وبتكون هناك السيادة والقيادة الدينية. هذا الموقف، كل شيء ثاني طيب. كله كذب وافتراء ومقاومة كذب. هلا رح أرجع لك إذا سمح الوقت لنتحدث لربما عن الأهداف غير المعلنة لإسرائيل أستاذ أيوب كارة، بعيدا عن الكلمات اللي استمعت إليها الآن، لكن الدكتور يسري كان يستمع إلى هذه المداخلة وحتى الأستاذ موفق. خلينا نبدأ مع الدكتور. حكيت كثير بشوي. إذا ممكن تسألي الضيف أنه الثورة بإيران، سألوا أنت مباشرة، الثورة بإيران من 78 يعني قلنا مدة بنفس الأدبية السياسية، هلأ لاكتشفت إسرائيل أهداف في إيران؟ ماذا حصل مؤخرا؟ ليش قررت إسرائيل الذهاب للمواجهة المباشرة؟ ما إسرائيل تعرف، وحتى رئيس الوزراء نتنياهو آخر سنتين وحتى آخر 5 سنوات كل ما يروح إلى الجمعية العمومية يقول إيران 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 إيران. ماذا تغير اليوم حتى قررت إسرائيل مواجهة إيران بشكل مباشر؟ شو اللي تغير دكتور يوسف؟ لا بدنا أيوب. رح نخلي أيوب طبعا يجاوب. أنا تغير إن الخطاب الإسرائيلي بقى أكثر وضوحا تجاه اليمين المتطرف الديني. يعني حضرتك شايفه المفترض الفرضيات والمفردات المستخدمه في الخطاب الاسرائيلي، والمحللين الاسرائيليين يتحدثون على الدين، يتحدثون على المظلوميه، يتحدثون ان هم الزهره اللي بتترعرع في منطقه الشرق الاوسط وهتبث رحقه لكل دول المنطقه. ليش برايك؟ لماذا؟ يعني نتيجه اسرائيل دوله وظيفيه بامتياز بشكل، عشان كده بدات كلامي من الاول بلاش تضخيم في القدرات ولا الإسرائيلية ولا الإيرانية. القدرات الإسرائيلية بدون الغرب تستطيع دول المنطقة أو إيران تواجه، وأيضا القوى المفرطة لإيران. يعني هو ده شرط بسيط يعني بس لا مش بقول بشرط بسيط، وإحنا مش عاوزين ننهيها برضو، بس هو بقول لا قصدي من دون الغرب. يعني مش شغلة بسيطة يعني هي جزء حضرتك، هي الدولة الغربية الوحيدة في المنطقة. حتى في مسألة الذكاء الاصطناعي حضرتك اللي أشرت إليها يا أستاذ نديم، والاختراقات ليست إسرائيلية بامتياز، ولكن هناك مساعدات أمريكية واضحة في هذا الإطار.
حضرتك اكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الولايات المتحده الامريكيه احد المعامل الرئيسيه ليها في تل ابيب للشركه واثنين او ثلاثه، لا ده كل الشركات بلا استثناء. احنا شفنا حتى موقف ايلون ماسك في بدايه الحرب كان شويه واخد الاتجاه. هلا لا يمكن فصل بطبيعه الحال اسرائيل عن الجانب الامريكي طبعًا وهذا معروف طيب في المنطقه. اقول حاجه ثانيه في الاطار سريعا لانه الاستاذ ايوب قرر لازم يرد على السؤال. نتنياهو يريد ان ينصب نفسه زعيما اسرائيليا لم ياتي قبله ولا من بعده فيتجه الى سياسات اكثر تشددا تضر الجانب الاسرائيلي وتضر دول المنطقه مثلها مثل ايران بالتاكيد. مع انه ملفت اليوم انه استطلاعات الراي يا استاذ ايوب كارا اشارت الى ارتفاع شعبيته، انا بدي اسالك عن هذه النقطه وتحديدا عن لماذا بات الخطاب الاسرائيلي اوضح الان، لماذا الآن تتحدث إسرائيل عن إيران بهذا الشكل؟ ولماذا الآن باتت جاهزة على مواجهتها إن كانت حقيقة ستفعل؟ إذا بتسمحي لي أحكي وتعطيني الإمكانيات أني أجاوب فطبعاً بعطيكم كل شو لازم يكون وشو كان وشو مستقبلاً إن شاء الله بيكون منيح للمنطقة. أنا كنت سنوات كمان جنرال في الجيش وكمان وزير السايبر والتقنيات فإن تحكوا مع العنوان اللي صار هو إنه تاريخياً في 2010-2011 في الربيع العربي انكشفت إيران في قوتها من ناحية المبدأ، كان في عالم عربي كان عالم إسلامي وإسرائيل، وفجأة أنا أقول لك عربي يعني فجأة نحن لاحظنا من خلال دراسات إنه إيران بدأت تبين بما إنه دعمت الأسد ودعمت كل التطرف اللي كان موجود في هذه الفترة ضد المقاومة السورية والمعارضة السورية، فأصبح في العالم العربي شبه جبهتين، مش إسرائيل مش فيه ولكن إسرائيل بدت تعرف إنه في هناك بداية نووي في إيران اللي إيران معنية بآخر مشوار السيطرة قديش أكثر على الشرق الأوسط ومن بعده على العالم إذا بتقدر، لأنه هاي نهج موجود عندهم ممكن بيحكوش عمله بس هذا الشيء معروف. لذلك بدينا نحن نحكي في هذا الموضوع في كل العالم وفي نفس الوقت بدينا نعمل العلاقات مع الدول الخليجية، أنا كنت رئيسة وطبعا أمننا إنه التطرف الإرهابي اللي هي بتأمن فيه إيران لابد إنه يكون ند إله كل العالم اللي أكثر بهمه الحياة وبهمه المستقبل بلاده بهمه اقتصاد بلاده. فلما أنت عندك في مسارين مختلفين هنا يا أستاذ أيوب قارة، يعني ما بعرف كيف يمكن تأمين السلام في المنطقة وبالوقت نفسه الحديث عن تصعيد خطير بإمكانه أن يجر المنطقة بأكملها. أمين عم نصعد، نحن عم نصعد مع نفس الفصائل الإرهابية اللي بتمولها إيران، يعني على حساب شعبها الفقير وعلى حساب ميزانياتها هي بتعمل قوة ضد السعودية في اليمن ضد إسرائيل حماس ضد المعارضة السورية في سوريا ونفس الشيء اللي كان في العراق معروف. لذلك يعني ما مش بس إسرائيل في الصورة، هذا نهج هذا طريق هاي إيديولوجيا هاي مفاهيم هاي عقيدة دينية اللي معروف أبعادها، وأنا بحكي مع كل يعني مفسرين الدين القرآن يوصلوا لعندي. سؤال سريع حتى أبني عليه يعني الحوار أو ما تبقى منه الآن أستاذ أيوب قارة، الكلام الآن عن استهداف المنشآت النووية، هل ستقدم إسرائيل على ضرب هذه المنشآت؟ ما في شك إنه نحن منشوف في المنشآت النووية الإيرانية في هاي الحالة بما إني بعرف كيف بفكروا قسم من القيادات العربية اللي أنا قعدت معهم بعرف إنه إذا اليوم بدون النووي هن بيعملوا حساب كثير قبل ما يحكوا أي كلمة وأي طريق، رغم إنه أغلبية القيادة العربية بتخاف إيران وعندها مشكلة مع إيران
وموضوع إيران هو الموضوع المركزي. وللأسف يعني أنا سألتك إن كانت إسرائيل هي اللي ستضرب المنشآت، خذني لمكان آخر يا أستاذ أيوب قارة، ما عم تعطيني إجابات مباشرة. أنا بحكي لك الموقف الغربي مش بس إسرائيل. لا بدي موقف إسرائيل، بدي موقف إسرائيل. صرنا بخير موضوعك. أنا عم بحكي لك إحنا لا يمكن نوافق في إسرائيل إنه يكون سلاح نووي في إيران. تمام. لأنه في هاي الحالة هاي كارثة على العالم العربي كله، لأنه فيش هناك ديمقراطية. خلينا بإسرائيل وأسأل هنا دكتور أو الأستاذ نديم طيش معي. واضح أنه يقول أستاذ أيوب قارة أنه لا يمكن لإسرائيل أن تسمح بهذا السلاح النووي، وبالتالي هل المنطقة تتجه حقيقة إلى مواجهة مباشرة؟ نديم، الكل يخشى من ذلك والكل بده إيجابي على هذا التساؤل. أنا بحب يعني بهاي الأسئلة ما جاوب، لا بحط جوابي بين إسرائيل وإيران وإيران وإسرائيل. الصواريخ لا تقتل البشر، الناس بيستعملوا الصواريخ ليقتلوا البشر. يعني كندا عايشة مرتاحة وفي حد 4000 راس نووي بأمريكا، ما عندها مشكل. اللي بيخيف من إيران مش إذا معها نووي أو إذا ما معها نووي، إذا معها ميليشيات أو إذا ما معها ميليشيات. يعني اللي ما قمع به الشعب اللبناني والشعب العراقي ودمر به اليمن وسوريا وذبح به الشعب السوري هي ميليشيات إيران مش سلاح النووي. فبالتالي المشكلة ليست في نوعية السلاح الذي تمتلكه إيران، المشكلة اللي كنا عم نحكيها مع دكتور حسين شوي أنه هل ما زال هناك إمكانية للوصول إلى كلمة سواء بين المنطقة وبين إيران تحفظ مصالحنا وتحفظ مصالح إيران، وأنه تقدر هالناس تعيش مع بعضها بشكل منطقي أو بدها تضل بالرئيس أوباما. ذكرت نديم ما كان يقوله السناتور الأمريكي الراحل جون ماكين وهو كان مرشح رئاسي رحمة الله، أنه لا أسوأ من حرب ضد إيران إلا إيران نووية. هذه كلمته الشهيرة. يعني بدك بس هل لا يزال هناك إمكانية لتحقيق هذا التقارب نديم؟ يعني نحن صرنا أشهر الدول العربية عم تسعى جاهدة لهذا الأمر، ولكن يعني دكتور يسري بلكي يعني عنده تفاصيل أكثر على الموضوع. بس إيران لم تنتقل ولا يبدو أنها ستنتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، وأعتقد أن في هذا الصدام رح توصل لصدام بينه وبين إسرائيل. وما في عاقل ممكن يحط يعني ميزان ويعتبر أن هذه المعركة ستنتهي لصالح إيران. بس صراحة الخطاب الإصلاحي ملفت، يعني كان حتى حديث الدكتور ريوران ملفت معنا الليلة، هو يعني يتطلع إلى مرحلة إيجابية. حتى حديث الرئيس بزشكيان كمان حوله الكثير من التساؤلات في الكثير من الإيجابية. هل يمكن الاعتماد على ذلك؟ لا، قولا واحدا لا، لسبب لا، للخبرة التاريخية بتقول أنه كان هناك من قبل رئيسين إصلاحيين حاول أن يتقاربا بشكل أو بآخر مع دول المنطقة، خاصة الرئيس محمد خاتمي، ومع ذلك استمرت السياسة الإيرانية كما هي تجاه الأزرة. لكن في نقطة مهمة جدا، أنه بح صوت الدول العربية بفكرة ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وطالبت مصر أكثر من مرة وجامعة الدول العربية أيضا بضرورة وجود رقابة على الأسلحة النووية الإسرائيلية. إسرائيل ترفض حتى هذه اللحظة الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار، لا تعترف بهذا الأمر. وهنا في مقولة شهيرة بعيدا بقى عن التنظير، نديم ما بيحبوش، القوة تخلق الحق وتحميه. إسرائيل فرضت نفسها بشكل مباشر كقوة نووية وتريد الآن تمنع إيران. حضرتك الخبرة التاريخية بتقول إيه ما بين باكستان والهند؟ هو أيضا كانوا دولتين غير نوويتين، الهند امتلكت قدرات نووية، الغرب بشكل أو بآخر تساهل مع باكستان لفكرة إيجاد قنبلة نووية للردع. فأولا نحن يعني المتحدث بالنسبة من إيران أو من تل أبيب يتحدث للدول العربية وكان يعني بحكم إن هم أوصياء علينا، هذا كلام غير صحيح. نحن دول راشدة في لها مصالح، نرى أن خطورة إسرائيل لا تقل عن خطورة إيران. نحن مد العرب يدهم بالسلام لإيران من 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 قبل حتى الثورة الإسلامية، ومع ذلك لم نجد إلا سياسات ممتدة
تريد أن تفرض وجهة نظرها وأيديولوجيتها مع فكرة النظام القائم النظام الملالي على الدول العربية. إسرائيل أيضا أرادت أن تفرض وتحاول بشكل أو بآخر حتى تسوق لفكرة السلام بشكل أو بآخر من قبل، هي محاولة مع فكرة إعادة تشكيل المنطقة طبقا لمصالح يتحدثون عن الشرق الأوسط الجديد، يتحدثون عن فكرة الجامعة الشرق أوسطية مكان الجامعة العربية، يتحدثون بشكل أو بآخر عن مشاريع للكلمة اللي قالها نديم. المشكلة ليست فقط في السلاح، المشكلة بسلوك من يمتلك هذا السلاح. المخاوف من أن تكون إيران نووية ليس فقط أن هي ستفرض رأيها على منطقة الشرق الأوسط أو تعمل حالة من الردع مع إسرائيل، بس ولكن هذا سيؤدي إلى سباق تسلح نووي على صعيد المنطقة، وهذا كابوس العالم. خصوصا إذا يعني مثلا ما بعرف إذا معظم المشاهدين كما بيعرفوا أنه أول مفاعل نووي بدأ في إيران ساعدت إسرائيل شاه إيران على بنائه. لا وفي الأسوأ من هيك أن المفاعل النووي العراقي ضربته إيران أولا ومن ثم إسرائيل كانت تصحح خطأ الضربة الإيرانية، ومش عم نحكي إيران الشاه، إيران الخميني. صحيح عام 81 صحيح. يعني عندك شيء بعد دكتور يسري؟ انا بس يعني بشكل مباشر عاوز اقول رسالتين اساسيتين. الرساله الاولى انه هناك محاولات لجر بعض الاطراف العربيه لهذه الحرب بشكل او باخر، واعتقد ان القياده العربيه على درجه كبيره من الوعي بعدم الانجرار الى مثل هذه الامر. الامر الاخر ان هناك ايضا بعض الدول الغربيه بشكل مباشر قد تتورط في مساله الرد على ايران، وهنا كانت في رسالة واضحة من أغلب قادة الدول العربية، لن يتم استخدام الأراضي العربية لتوجيه أي ضربات لإيران أو غير إيران. هل انطلاقا من هذه القراءة، أنا ناطرة هذا السؤال تسأله لموفق، هو مرتبط طبعا بالمصالح الإسرائيلية اللي لا يمكن فصلها عن المصالح الأمريكية اليوم. إذا كانت إسرائيل تريد ضرب هذه المنشآت والجانب الأمريكي لا يريد في هذه المرحلة لمصالح أخرى مرتبطة بالاتفاق، أي اتفاق نووي بين إيران والغرب؟ لا يوجد اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران مجمد، لأن الرئيس يعني ترامب طلع منه. يعني اكتملت المصالح، ما زالت الدول الغربية الأخرى تعترف بهذا الاتفاق. قد تكون القراءة مختلفة بين الولايات المتحدة وإيران، بس ولكن بظل الوضع الحالي عندنا رئيس في الولايات المتحدة قرر أن لا يترشح، ما بدي أقول أنه حزبه طرده، قرر أن لا يترشح لي، وهو هلأ في خضم حرب حزبه بصراع انتخابي قوي جدا، بس ولكن الرئيس بايدن اليوم تحس أنه هو متقاعد. هيدي فرصة لإسرائيل أن تفرض رؤيتها على مختلف المؤسسات الأمريكية، خصوصا أنه إسرائيل تتمتع بنفوذ قوي جدا في المؤسسات الأمريكية وتحديدا في الكونغرس الأمريكي. يعني مثلا بتسمع أن الرئيس بايدن قال أنه لن يعطي إسرائيل قنابل لا تحتاجها في حرب غزة، وإذا رأينا أن هذه القنابل أصبحت بيد إسرائيل واستعملتها لاغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله. فاليوم من الصعب أن نعرف حجم الخلاف الأمريكي الإسرائيلي أو حجم الاختلافات في مقاربة الأمور في الشرق الأوسط. أستاذ أيوب قرر رح يقلنا ما في خلاف، يعني في وجهات نظر مختلفة. إسرائيل دائما متقدمة على 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 قراءة الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تنظر إلى مصالحها على مستوى العالم، بينما إسرائيل تنظر إلى مصلحتها بسياقها الإقليمي. بس ولكن بآخر الأمر ربما إسرائيل تجر أمريكا إلى مواجهة مع إيران. خسرت أمريكا بسبب إدارة الرئيس باراك أوباما وثم إدارة الرئيس جو بايدن، خسرت إمكانية أن تقول للشرق الأوسط ما هي مصالح الشرق الأوسط. لا أحد مستعد أو يمتلك رفاهية الاستماع إلى المنظر أو المثقف أو الأستاذ الجامعي السيد بلينكن. ما حدا عنده استعداد يغامر بأمنه وبمصالحه وبوجوده بناء على نظريات الوزير بلينكن أو قيادات أخرى في البيت الأبيض. هذه إدارات أثبتت أنها لا تفهم ولا تعرف الشرق الأوسط. أنا ما عم بقول نتنياهو
بيعرف الشرق الأوسط، بس أكيد بيعرفوا أكثر من إدارة بايدن وإدارة أوباما. وليس فقط الشرق الأوسط، كثر ما يعتبرون، بس أنا أقول بما يعني مصالح المنطقة. ما عاد حدا عنده الرفاهية وما عاد حدا إبلان بهذا الأمر. بالفعل لأول مرة تدار مصالح الشرق الأوسط بقيادات الشرق الأوسط على الخلافات بينها. وهناك من اعتبر على هذا الأساس نديم أنه بنيامين نتنياهو استغل الأيام الأخيرة لجو بايدن في البيت الأبيض. شو رأيك أستاذ أيوب قارة، وشو قادر يعمل نتنياهو بالأيام القليلة المتبقية؟ نتحدث تقريبا عن شهر. طلعي من أنا سمعت الحديث اللي دار بيناتو، أما لازم تذكروا فرضنا أنه إسرائيل عندها سلاح نووي، فعملت حروبات مع الدول العربية عد يعني يمكن 6-7 حروبات، ولا مرة فكرت باستعمالهم على سبيل المثال. إذا كان مش مبرر حضرتك، مش مبرر. خلينا من الدول العربية أستاذ أيوب قارة، في كل سؤال بدك تدخل لي دول عربية، خلينا بالدول العربية وخليني ركز صراحة على شو بده نتنياهو من الأيام المتبقية. جواب على اللي دار، يعني إذا أنت بتحطيه في سلاح نووي في يد دكتاتور زي حمينائي اللي حياة الإنسان مش موجودة عنده، يعني بأي صورة ممكن تضمني إنه يهدد فيه؟ ما يا أستاذ أيوب، أستاذ أيوب تسمح لي أقطعك يا رجل. بس لأنه جنابك كلمتين. أنا مبسوط على فكرة، لا عم بتناقش ناس مش موجودين بالحلقة، بس يعني نحن ما قلنا هذا الكلام، يعني حضرتك عم بتناقش ناس حكا. انت عم تتخيل ضيوف مش موجودين. ما حدا قال هذا الكلام، كان النقاش مع ايران. هذا اللي حكاه صديقي من المصري. لا انا مش صديقك، انت هتصدقنا ليه؟ انا ولا اعرفك اصلا. لو سمحت سمعيني، لو سمحت انا ولا اعرفك، انا مش صديقك. انا مش صديقك، انت هدول صديقي وما قلتش كده. انت خليك في السؤال، انت السؤال ايه اللي هتعمله مع الاداره الامريكيه؟ وظفته ازاي الاداره الامريكيه؟ انا لم اوجهك ولم اقول لك شيئا، وكل مره تخش لنا في حته ثانيه. يا عم خش في السؤال ده، تعبتونا زي ايران بالظبط. أستاذ أيوب، أستاذ أيوب خلينا نستفيد من الوقت المتبقي، خلينا حقيقة نبني على حوار اليوم يخدنا لمرحلة أفضل. السؤال واضح جدا، شو اللي رح يعمل نتنياهو خلال الأيام المتبقية؟ بالنسبة لبايدن، عشان تعرفي تاريخيا، أنا في الحكومة سنوات وكنت تركت، أنا موجود اليوم أكثر في الأمارات وفي الاتفاقيات الإبراهيمية. اللي انا بشوف فيه، انا بشوف فيه هلا بنقول للشباب فيه انه ولا مره نتنياهو، اذا ممكن انا مش سامع، اذا ممكن بايدن ولا اوباما قبل كان عده مرات، وانا اقرب واحد كنت رئيس الحكومه في هاي الفتره، كان هناك موقف اللي ما عجبه لاوباما او ما عجب بايدن شيء عند نتنياهو، وكان خلافات بين الرئيس الأمريكي ورئيس حكومة إسرائيل سنوات، حتى يعني بدي أقول لك 8 سنوات مثلا أوباما، علاقات بينه وبين نتنياهو كانت على الكارثة بالنسبة للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ولكن لم يغير العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، لأنه العلاقات هي مش بين أشخاص، العلاقات هي بين الشعبين. يعني مش رح يتغير شيء بالعملية اللي تقوم بها إسرائيل بعد اختيار الرئيس الأمريكي الجديد. هذا كان يعني اللي بدي أوصله بحوارنا نديم وموفق ودكتور يسري أيضا، يعني في كتار اليوم يراهنون على مرحلة جديدة مع وصول رئيس أمريكي جديد إلى البيت الأبيض. خليني أبدأ معك موفق بهذه النقطة، بس يعني رح فوتهم ببعض. بيت الأبيض، مجلس الأمن والأمم المتحدة من أهمية من 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 مهامه في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، منع حصول حرب عالمية ثالثة. نجحت يمكن بهذا الاتجاه، بس ولكنها فشلت الأمم المتحدة بمنظومتها الحالية بحل النزاعات الإقليمية. واليوم عم نلاقي أنه غير فعالة كليا الأمم المتحدة، يعني احنا أمام نظام عالمي جديد. المشكلة العالم اليوم بحاجة
إلى قيادة على المستوى العالمي لإعادة ترميم هذا النظام العالمي اللي الولايات المتحدة ساهمت بصنعه في البداية؟ عندك مشكلة الرئيس بايدن بآخر أيامه وهو غير مرشح، بيقولوا بطع رجاء إذا كان عنده يعني خسران أو خلصت ولايته الثانية. هلأ هو حزبه قال له ما تترشح، فهو بطع رجاء، أضف إلى عمره وإلى عدم فعالية سياسته الخارجية. فاليوم العالم بحاجة إلى قيادة جديدة تعيد ترميم هذا النظام العالمي الجديد. هل يا ترى إذا أجا ترامب يستطيع أن يقوم ذلك؟ والرئيس ترامب لا يؤمن بهذه التحالفات والأنظمة العالمية الجديدة. العالم داخل بمرحلة من 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 فوضى، بعتقد من عدم وضوح، نزاعات إقليمية لا يوجد راعي عالمي لحلها، الثنائية الروسية الأمريكية اللي في بعض الأحيان ساهمت برعاية عملية السلام بعد مدريد غير موجودة. موافق ترامب ما بيغير هالمعادلة؟ ضاربه من الاساس، لا يؤمن فيها انه هل يستطيع انا ترامب الا 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 يكون شو سميت انه ما في مدير للازمه او ما في ناظم، ما في حدا يقول اعاده ترميم النظام العالمي. امريكا ترامب اليست هذه الامريكا التي تستطيع ان تدير؟ اهم شيء او تفرمل. اهم شيء بترامب انه امبريدكتبل، يعني الناس تخشى ردات فعل ترامب. ربما هيدي اللي ساهمت باول 4 سنوات بولايته اللي هي كانت ولايه واحده، انه ما كان في حروب، ربما كورونا كانت السبب، العالم كان جامد، أو ربما الناس بيقولوا لك أنه هو أسس لما يحصل اليوم. بس على الأقل التاريخ يقول أنه في عهد الرئيس ترامب لم يكن هناك هو يقول أنه لو كنت كبرى. أنا في السلطة لما كانت بس أكيد هذه النقطة يعني إذا أجل دي واقعية هاي النقطة. في يعني فيك تعمل كيس، تعمل حجة بهذا الاتجاه، وفيك تعمل حجة لنقده. بس ولكن الأكيد إذا أجل الرئيس ترامب رح يحط هذه الملفات مجددا امام العالم، لانه كاميلا هاريس رح تكون بس خليني كمل فكره وبعطيك الوقت لننتهي. بس ولكن اذا اجت كاميلا هاريس ما انه معروف شو سياستها الخارجيه، هل هي امتداد للرئيس بايدن؟ وواضح انها امتداد للرئيس بايدن. كمان ما بتعرف هي يعني لذلك ستكون امتداد للرئيس بايدن بالسياسه اللي نحن مثل ما عم نشوفها تتخبط منذ اليوم الاول. طيب تفضل دكتور. انا بس هستاذنكم في سعه صدركم لان النقطه اللي اثرها استاذ موافق في غايه الاهميه. في تراجع في الكفاءات على مستوى العالم، ولكن ده نتيجه توصيف او اقرار واقع للنظام الدولي الراهن الذي تقوده الولايات المتحده الامريكيه. ولم تعد تقوده، ما بدها تقوده. لا، هي التي ساهمت في اضعاف المنظمات متعدده الاطراف زي الامم المتحده وصندوق النقد وغيرها من وعصفت ايضا من اوائل الدول التي عصفت بهذه المنظمات. بأي هدف؟ لتحقيق اهدافها الاستراتيجيه، لتحقيق مصالحها بغض النظر عن مصالح الاطراف الدوليه. ده رقم واحد. حضرتك شوف الخطاب اللي طالع من الصين، الخطاب اللي طالع من 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 روسيا، وروسيا خلال اليومين الماضيين يتحدثون ان الولايات المتحده الامريكيه هي السبب الرئيسي فيما نشأ من نزاعات وتوسيع رقعه النزاع في منطقه الشرق الاوسط. ده ده ده, ده مساله في غايه الاهميه. الامر الاخر، ودي مساله مهمه في هذا الاطار، انه لا يمكن التعويل على ترامب أو هاريس بفكرة قيادة العالم مرة أخرى. ده هم يتحدثون الآن، وبنية العقل الجمعي الأمريكي تتحدث عن مزيد من الصراع مع الصين من جانب بشكل ودعم غير منقطع النظير لإسرائيل، ولا يتحدث أحد عن فكرة السلام ووضع خيارات استراتيجية لفكرة السلام. أيضا الأطراف الأخرى الفاعلين في النظام الدولي هم من الضعف بمكان بعدم القدرة على تفعيل هذه المنظمات. إيه اللي حدث حضرتك؟ إنشاء منظمات بديلة، إنشاء مجموعة بريكزيت وغيرها من المنظمات اللي بتسعى إليها الصين وروسيا بشكل مباشر في إيجاد كيانات بديلة. علشان كده في بعض الأوقات هذه المنظمات تسعى العديد من الدول بالانضمام إليها، بحثاً عن إيه؟ بحثاً عن العدالة الدولية. هو عندنا شيء مشير بالتاريخ، دول عدم الانحياز، منظمة مؤتمر الدول الإسلامية دائما كانت موجودة. لا هذه الظواهر يعني ليست المرة الأولى. لا المرة دي هذه المنظمات هي ربما المنظمات حضرتك تحدثت عنها كان في استراتيجية موحدة أو في مجموعة من تقارب الأهداف كانت رفض أو عدم السيطرة الغربية في مجلس أو الانخراط في الصراع ما بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية. لكن الآن لا، أنا عندي دول من أمريكا اللاتينية أعضاء في بريكزيت، عندي دول منطقة الشرق الأوسط أعضاء في بريكزيت، عندي كتل أخرى. بالنظر إلى هذه التكتلات الجديدة، نتساءل نديم إلى أي مدى الصراع اللي يعيشه أو تعيشه منطقة الشرق الأوسط اليوم ستحدد مستقبل العالم باتجاه
العالم متعدد الأقطاب مثلاً اللي يتحدث عنه كثر اليوم. هي مش بحاجة لما يحصل في الشرق الأوسط للوصول إلى عالم متعدد الأقطاب. يعني العالم متعدد الأقطاب عم يولد بشكل أو بآخر، ما عاد في بين حلفاء واشنطن بالمنطقة وواشنطن الجلو الزئ القديم اللي كان الشيوعية. اليوم المصالح ليست إلى هذا الحد مترابطة. إذا بتاخدي مثلا الإمارات العربية المتحدة حسمت خيارها بالتحالف التكنولوجي مع أمريكا من خلال، وشفنا زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ركزت على AI على التكنولوجي على كل هذه الجوانب، في موازاة ذلك عندها علاقة استراتيجية مع الصين ومع الهند في الموضوع التجاري وهي دولة تجارية. المملكة العربية السعودية عندها أو يعني واحدة من إنجازات الأمير محمد بن سلمان أوبيك بلس مع موسكو، وهو على علاقة اضطربت مع الأمريكيين وبعدين تحسنت. تركيا عم بتغير مواقفها. يعني العالم في نقل من الاختيار بين المعسكرات إلى المالتي ألاينمنت أو التحالفات المتعددة. أنا حليف هنا وحليف هنا، في تحالفات على القطعة استراتيجية وعميقة بس تحالفات على القطعة. ما يعنينا في الشرق الأوسط، وهيدي كلمة كل ما بنسمعها بيكون يعني وقعة مخيف، لأنه سمعناها كثير وكانت نتائجها بعد الربيع العربي وقبل الربيع العربي وبعد حرب العراق وقبل حرب الشرق الأوسط الجديد. أنا فعلا مؤمن أنه ما يحصل، لأن نحن نعيش لحظة تاريخية ستؤدي إلى ولادة فعلا شرق أوسط جديد. الكلام اللي قاله جاريد كوشنر بالتويت تبعه الطويلة أنه اغتيال حسن نصر الله ربما يكون اللحظة الأهم بعد الاتفاق الإبراهيمي الذي عقد، لأنه لا يتكلم عنه كشخص أو كميليشيا، يتكلم عنه في موقعه في سياق توازن القوة في المنطقة. إيران ما بعد ما يحصل غير إيران ما قبل 7 أكتوبر، وبالتالي هناك فرصة لأن تعتدل إيران وأن تذهب باتجاه فرصة نظرية، خليني أقول لا توجد قوة للأسف في إيران تحمل هذه الفرصة، أو أن تذهب الأمور باتجاه تغيير جذري على مستوى النظام في إيران، إما عزل النظام وإما إسقاطه بسبب سلوكه وبسبب ما يقوم به وبسبب حجم الاشتباك اللي فات فيه بالمنطقة. كل ذلك سيغير الشرق الأوسط الذي نعرفه الآن. هل هذا هو الشرق الأوسط الجديد اللي تحدث عنه بنيامين نتنياهو قبل أيام أستاذ أيوب قارة؟ طبعا يمكن نحن ما نحكيش بداية كل هذا الحرب أساسا حينما موافق، الناس بحبش تحكي فيها، نتنياهو وافق قبل 7 أكتوبر من ناحية المبدأ على اقتراح الأمير محمد بن سلمان، وبناء على يعني علاقات انبنت في الخليج على أساس أنه يكون اتفاقية مستمرة أو تكمل المسير اللي بدي فيها مع هذا، يعني أنه موافق على حل الدولتين أيضا صح؟ الموضوع مش الدولتين، الموضوع ناحية المكرو إنه يكون هناك. بس أنت تبعت إنه الموضوعين مرتبطين بشكل مباشر، وهذا موضوع المملكة يعني العربية السعودية أكدت عليه. أستاذ قرا خليني بس لا، هاي نقطة كتير مهمة اللي عم تتفضل فيها. إذا سمعت إلى الموقف السعودي كان واضح في موضوع الدولتين. كان هناك تصريح قبل أيام لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أنه لن يكون هناك مشاركة في اليوم التالي حتى ما لم تكن الدولة الفلسطينية على جدول الأعمال. الخلاف بيني وبينك خليني أقول، وأنا من المتحمسين للسلام، ويعني لا كتاباتي معروفة وأرائي أنا من أشد المتحمسين لموضوع السلام، إنما الخلاف بيني وبينك في هذا الموضوع هو أن إسرائيل واليمين الإسرائيلي يريد للسلام مع العرب أن يكون بديلا عن السلام مع الفلسطينيين. لن تجدوا شريك عربي يمضي في هذه الفكرة. السلام العربي الإسرائيلي مهدد ما لم يتم الإقرار
بمسار موثوق باتجاه الدولة الفلسطينية. أنا ما عم بحكي أنه بدك دولة بكرة، بس بدك مسار وبدك خارطة طريق موثوقة. السلام العربي الإسرائيلي لم ولن يكون بديل عن السلام العربي مع الفلسطينيين. التطبيع العربي الإسرائيلي لم ولن يكون بديل عن مشروع الدولة الفلسطينية. هيدي النقطة إذا بقيت بمنطق الزعبرة بموضوع السلام العربي الإسرائيلي ما رح يمشي الحال، وسيسقط هذا السلام، سيتضرر هذا السلام، سيبرد هذا السلام. أنت عم تسمع هذا الكلام من شخص يعني على يمين يمين مشروع السلام في المنطقة. ممكن جاوبك؟ تفضل سيدي العزيز. الموضوع مش دولة أو دولتين، الموضوع هو هل هذا الإرهاب بده دولة أو ما تكون هذه الدولة جنبنا. هذول موضوعين أهم من أنه الدولة. ممكن لو أنه اتفاقية أوسلو اللي أبرمناها اللي هي أخرتها كانت لازم تكون دولة فلسطينية، أكثر اتفاقية ظلمت المنطقة لأنه جابت أكبر إرهاب على المنطقة. لذلك الإسرائيلي وكأنه يمين أو يسار، لما في قرار في البرلمان بيكون هناك يعني اعتماد على هذا هاي الاتفاقية ودعم هاي الاتفاقية حتى على اللي بعرض. فلذلك الموضوع انه من ناحيه المبدا بدي فيه نتنياهو باتفاق مع الامير محمد بن سلمان قبل 7 اكتوبر، رغم انه في ناس بحبش يحكوا هذا الشيء. ونتنياهو قال له من ناحيه المبدا، قال له من ناحيه المبدا نحن قبلانين كل شروط هذا استاذ ايوب، هذا تزوير للتاريخ. معلش اسمح لي، انا برجع بقول لك انت عم تحكي مع شخص على يمين مشروع السلام في المنطقه، هذا تزوير للتاريخ. أوكي. لم يدعم أحد حماس في المنطقة العربية بمثل ما دعمها اليمين الإسرائيلي بمنتصف الثمانينات والتسعينات وإلى ما هنالك. اليمين الإسرائيلي دعم حماس في وجه المشروع الوطني الفلسطيني الذي لدي ملاحظات عليه من الآن وحتى أوسلو، من هون لعند أوسلو عندي ملاحظات. إنما عندي سؤال بسيط لإلك، هل يوجد فلسطيني واحد سمي لي واحد فيك تعمل معه سلام أو بدك تعمل معه سلام، أو لا يوجد هذا الفلسطيني على الإطلاق؟ أنا موافق معك، هذا أحد الأسباب للمشكلة، إنه في إسرائيل كانت نص إسرائيل على القليلة مع الفلسطينية، وفي الشارع الفلسطيني ما حدا يسترجي يقول أنا بدي سلام. كانت مرة كلمة سلام في إسرائيل هي أكثر كلمة شعبية في الانتخابات، اليوم بيسترجيش حدا يحكيها. ليش؟ لأنه الإرهاب أصبح هو المسيطر على 99% من الفلسطينيين للأسف الشديد. في فلسطيني واحد من 7 مليون فيك تعمل معه سلام؟ واحد؟ لا. هل يوجد؟ أقول لك لا، بيسترجيش. فكيف بدك تعمل؟ بطبيعة الحال هذه الإجابة تشير بكل وضوح إلى أنه السلام لا يزال بعيدا يا نديم وموفق ودكتور يسري. للأسف يعني حقيقة انتهى وقت هذه الندوة، هذه الجلسة. شكرا لوجودكم معنا، الشكر لأيوب قارة الوزير والنائب السابق عن حزب الليكود من حيفا، والشكر طبعا لضيوف الاستوديو الليلة، نديم الطيش مدير عام قناة سكاي نيوز عربية شكرا لك، شكرا للأستاذ موفق حرب محرر سكاي نيوز عربية للشؤون الأمريكية، وشكرا دكتور يسري العزباوي قرأتها صح، الباحث في وحدة الدراسات الاستراتيجية في مركز ترانز للبحوث والاستشارات. شكرا لك أيضا على مشاركتنا الليلة هذه الندوة.